فقرتنا التالية رح نروح مع مجموعة من الشباب المتطوع يلي بادروا بجعل تعلم اللغة الإنجليزية أسهل ومتاح للجميع، فبدأ أونلاين من خلال تدريب طلاب جامعة طرطوس، كما وصل صدى جلسات التعلم الإلكتروني إلى لبنان ليضم ما يقارب 1300 طالب خلال فترة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد. واليوم الطريق الأفضل لتعلم اللغة الإنجليزية لا يزال متاح في جامعات دمشق. رح نتعرف أكثر عن المعلومات بشكل موسع أكثر وكيفية وطرق انضمامنا للتعلم أونلاين مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة سوزان اليمني، مدير تدريب لدى اتحاد المدربين العرب ومدرب دولي معتمد. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي من فكره اتاحه تعلم اللغه الانجليزيه، كيف بلشتوا المشروع؟ من 3 سنين انتم بلشتوا لحد اليوم، وخلينا نحكي عن رسالتكم واهدافكم. هلا نحن من 3 سنين بدانا التدريب، بدانا نشاط تدريبي. استمريت اول شيء بدات بشكل فردي، بعدين توسع العمل لدرجه انه اضفنا خبرات لحتى نشمل كل الفئات المستهدفه بخبرات مؤهله وخبرات جاهزه انه تقوم بتدريب كل هاي الاعداد. من 3 سنين لحد الان ما توقفنا عن التدريب ولا يوم، ولا بالعطل ولا بكورونا، كنا مستمرين بكل الاوقات. نعم. وطلعت فكرة الأونلاين من العطلة اللي صارت، لأنه جبرنا أنه صار في عدم تواصل بيننا وبين الطلاب بشكل مباشر، يعني ما كان في تواصل بشكل مباشر، فنحن لجأنا للأونلاين لحتى ما نحرم الطلاب ونخليهم يستفادوا من فترة البقاء بالمنزل بأكبر شكل ممكن. تمام. دكتورة سوزان، يمكن أنتم بدأتوا قبل، ولكن في ظل جائحة كورونا نحن شفنا كثير في تعلم أونلاين عم يكون لدى الطلاب. اليوم خلينا نحكي أنتم كيف تميزتوا، يعني كيف ضميتوا أعداد من الطلاب؟ مين هن اللي عم يعطوا دروس؟ مين الكوادر يلي عم يقدر يقدم معلومات تحت إشراف فكرتك طبعا يلي انتشرت بين عدد كبير من الطلاب؟ نحن فعليا نظمنا هاي الفعالية التدريبية بالتعاون مع جهة كانت راعية ومتبنية، اللي هي الجهة المعنية بالطلاب، اللي هي الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، إن كان فرع طرطوس أو فرع لبنان. فهن اللي تبنوا هاي الفكرة، وهن اللي وجهوا الطلاب وخبروهم بآلية التسجيل وكيفية اتباع الدورة، وهن اللي أعدوا كل شيء. أما بالنسبة للتدريب من قبلنا فكان متنوع، كان في دروس انا اعطيتها، وفي دروس في اعداد لدروس مكتوبه، وبقيه الامور التنظيميه اعتنى فيها الفريق. يعني المناهج هي مثل بالجامعه ولا نحن اعطينا شيء زياده او لا؟ المناهج مختلفه تماما عن الجامعه. خلينا نحكي شو هي المناهج. المناهج نحن منهج الانجليش فور ايفري داي، هو منهج بيجمع بين الاوكسفورد والسبيك اوت، هن بيجمع بين الاكاديميه وبين السلسله التدريبيه، لحتى انا احرص انه الطالب عنده المعلومات الاكاديميه اللازمه، وبنفس الوقت تمت صقل مهارته لحتى يكون طلق وقادر على النطق بشكل صحيح. فنحن بنجمع بين الاخطاء الشائعه وبين تقويم النطق ومخارج الحروف، وبين ان هو المنهج تدريبي بحت وليس اكاديمي. تمام. مثل ما بنعرف كلياتنا اللغه الانجليزيه اليوم كثير ضروريه، واكيد بتتيح فرص عمل اكثر لكل الشباب والصبايا. خلينا نحكي كيف ممكن تقدري تعلميهم اللغه الانجليزيه بطريقه سهله، يلي فقد الامل يعني يتعلم اللغه الانجليزيه بطريقه سهله وبسرعه. هلا تعلم اللغة الإنجليزية أهم نقطة فيه أنه أنا ما حط ببالي أنه هذا عائق، يعني ما يكون عندي هاي الفكرة الثابتة عن أنه تعلم اللغة هو شغلة صعبة أنا لازم أتعداها. مثل أي مهارة تانية، لما بيكون في ممارسة لهالمهارة وتوجيه صحيح مع معلومات صحيحة أرضية ثابتة، فالإنسان بيقدر يتطور بأي لغة وينطلق بأي لغة. وفعليا عالميا 20 ساعة هي كافية أنه أنت تنطلقي بأي لغة على الأقل بمحادثة بسيطة. نعم. هي معنى هالمهمة الصعبة، لكن الستبس الصح اللي لازم نمشي عليها هي اللي بتخلينا نتطور بسرعة أو لا. نعم. ف
فهي عبارة عن توجيهات وعبارة عن خطوات صحيحة مدروسة تتناسب مع كل شخص ونسبة إدراكه. طيب يلي ملاقيها هلأ مثلا صعبة عليه مثلا بعمر 30-35 وقرر يتعلم اللغة الإنجليزية، كيف ممكن أنت تبلشي معه لتقدري تحببيه بهاي اللغة يعني بالطريقة الصح؟ شو ممكن تعملي معه؟ هلأ مفهوم التعلم بالصغر هو صحيح أنه لأنه العقل بعيد عن أي تشتيت خارجي تمام. أو بعيد عن أي، بيكون العقل متلقي 100%، فلهيك بيكون أسرع وبيتم وأسهل. الحفظ بذاكرته طويلة الأمد. لكن لما نحن كبار في طريقة مختلفة، يعني في طريقة مناسبة لهذا العمر، بس هو ما بيعني إنه هو بيتعلم أبطأ، يعني هذا مفهوم خاطئ. يعني باعتقادي في أعمار كبيرة انتصبت لدوراتنا وتطورت أسرع من الصغار، لكن هو محتاج إلى طريقة تتناسب وفئته العمرية. وتاني شيء في نقطة أنه هن اللي بالأعمار المتقدمة بيحفظوا بالطريقة الأكاديمية البحت أو له طريقة مختلفة لتلقي المعلومة، لكن هو ممكن يتطور أسرع من اليافع. لكن تحبيب اللغة أو الطريقة اللي بنستخدمها معه أو كيف نستخدمها معه هي بذاتها الأسس الأساسية نفسها، لكن الطريقة بالأعطاء تختلف. تمام، خلينا نحكي على أرض الواقع. لما يمكن بتبلشوا أونلاين كيف بتم أعطاء الدروس؟ كيف بتم يمكن أخذ الفيدباك تبع الدرس من قبل المتلقي أو من قبل الطلاب؟ وقديش كانت الاستجابة مهمة ولامستية على أرض الواقع؟ هلأ نحن حاولنا أنه عن طريق الأونلاين، طبعاً ما في تواصل مباشر مع الطالب. تماماً، هي يمكن تكون شوي صعبة أو مو معودين عليها. كانت أحد العوائق، ولكن نحن قمنا بمثل تمارين عملية يقوم فيها الطالب وبينشر عن طريق تسجيل فيديو أو تسجيل صوت عن الهومورك تبعه اللي أخذه اليوم. فهو بهالطريقة أنا بكتشف نطقه. قديش في طلاب عدد؟ أعداد منيحة، نحن تجاوزنا بأحد الدورات. بتلاحقوا كل الفيديو؟ طبعاً، هلأ في فريق متابع كامل. نحن عملنا الجماعي هدف منه أنه نحن نكون قادرين على تغطية هاي الأعداد، ولكن العمل الجماعي كل شيء بيصير. تمام، أكيد. خلينا نحكي عن أنشطتكم ضمن جامعة دمشق، شو هي، شو عم تعملوا؟ نحن بدأنا بنشاط من فترة سنة ونصف. بأول نشاط كان لنا المصطلحات القانونية والسياسية باللغة الإنجليزية، دربت فيها أسس المحادثة والمصطلحات القانونية والسياسية. بعدين انتقلنا لكلية الطب لنأخذ اللغة الطبية، وعطيت بكلية الإعلام لـ Presenting in English. طبعاً هاي الفعاليات كانت لتوفير البيئة التدريبية للطالب والمعلومات اللازمة له ليصقل مهارته لطالب الجامعة بدون أنه يكون مضطر أنه ينتسب للدورات الخارجية الخاصة. نعم. دكتورة خلينا نحكي في شيء لقدام رح تعمله لكل الناس، لكل حدا حابب يتعلم إنجليزي فيه يتواصل معكم، في دورات برايفت رح تكون لأشخاص هنن حابين يتعلموا؟ أكيد دورات البرايفت دايما موجودة، وفي دورات الفري دايما موجودة. نحن خصصنا ضمن دوراتنا دائما مقاعد مجانية للمتميزين بالدورات الأونلاين الفري. حلو. يعني بالدورات المجانية المتميز في ليفل، في ليفلات بينتقلوا ولا؟ طبعا في ليفلز، بس احنا موضوع الليفلز عندنا مختلف نوعا ما، لان احنا ما بنتبع الليفلز التقليدية، لان احنا تدريب فقط فبنركز على النطق، فنحن الليفلز عندنا مختلفة عن تماما. هي اللي نحن بحاجة لها، يمكن عم نتعلم بمدارسنا كلنا انجليزي او فرنسي او هي، بس بيقولوا انك انت تمارسيها بشكل دائم مشان يمكن تترسخ بذهنك اكثر. بالختام قديش كيف فيهم يتواصلوا معكم ويسجلوا اي حدا حابب، وكيف فيهم يطلعوا انه هلا في دوره لازم نسجل فيها؟ هلا نحن في عنا صفحه على الفيسبوك اسمها English for Everyday، موجود عليها كل اعلاناتنا وكل دوراتنا الفري والدورات اللي هي برايفت، وموجود كل المعلومات اللي فيهم يطلعوا عليها موجوده، حتى أرشيف الأعمال السابقة. نتشكرك دكتورة لوجودك معنا، بنتمنى لكم أكيد التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر. أكيد شكرا دكتورة. شكرا كتير لجهودكم، ويعني ترفع القبعة لجهود شبابية متطوعة من أجل نشر العلم بين كل الشباب والصبايا. شكرا كتير لك.